أحدهم نطق الشهادة. بالفيديو شاهد لحظة نجاة شباب انحدرت مركبتهم للهاوية بجبال فيفا بمنطقة جازان. نجا بفضل الله مجموعة من الشباب من الموت جراء انحدار مركبتهم التي كانوا يقلونها من قمم جبال فيفا. ورصد الفيديو الذي وثقه أحدهم لحظة انحدار مركبتهم من نوع هايلوكس كانوا يقلونها من فوق قمم جبال فيفا بمنطقة جازان وسط تهليلات وتكبيرات الشبان، حيث نطق أحدهم الشهادة حتى استقرت المركبة على حافة هاوية الجبل. وكانت قد شهدت منطقة جازان ومحافظاتها أمطارا غزيرة، حيث تسببت هذه الأمطار في تساقط الصخور وانحدار المركبات من قمم الجبال في المحافظات الجبلية. يا ولد ولا مجانين والله. يا ولد محمد فوزني ونور. يا ولد سرقت حقك يا ولد. يا ولد.